السلام عليكم يا متابعيني الحلوين. هاليوم سويت لكم الزلابية يعني بطريقة كلش بسيطة وسهلة، والظاهي زلابية المحلات والزلابية هي معروفة من أطيب الحلويات، يعني مهما نشتري من حلويات لكن الزلابية تبقى هي الأطيب والأكثر شعبية، الكل يحبها ويعشقها. فتعالوا وياي حتى تشوفون المواد المطلوبة وطريقة تحضير الزلابية بكل بساطة وعلى طريقتي. المواد اللي احتاجها لوصفتنا لهذا اليوم، عندي هنا هذا كوب واحد من الطحين، احتاج له كوب واحد من النشا، ملعقة صغيرة يعني كلش صغيرة تطلع نصف ملعقة كوب، هذه الملعقة من الملح، ملعقة صغيرة من الخميرة، ملعقة صغيرة من السكر. احتاج كوب وربع من الماء الدافي، اخلي كوب ماء دافي. شوفوا نفس الكوب قست به المواد الجافة وراح اقيس به المواد السائلة، هذا كوب وهذا ربع. اضيف النشا، اضيف الطحين والسكر والملح والخميرة، واشغل الخلاط واعجن هذه العجينة وارجع لكم. بعد ما انتهيت من العجينة راح اتركها تختمر، اغطيها واتركها تختمر شي ساعة وارجع لكم. بعد ما اختمرت هذه العجينة، عجينة الزلابية، راح ارفع الغطاء واحركها للعجينة حتى اتخلص من الفقاعات. عندي هنا هذه علبة فارغة غطاء يعني اقدر استعمله، او اذا تريدون حتى تسوون القوالب الزلابية تستعملون قوري الشاي او اي علبة فارغة عندكم وبها غطاء بهذا الشكل تقدرون تستخدمون. وراح افرغ هذه عندي العجينة بهذه العلبة، وسخنت الزيت وراح ابدي بتجهيزها. عندي هنا الزيت خليته يسخن، وعندي هنا هذا القطر مثل ما تشوفون خليت به القليل من صبغ اللوزينة وخلطته، والقطر لازم يكون يعني الشيرة لازم تكون ثخينة يعني سميكة تكون ما تكون خفيفة، وإلا يعني تصير رطبة عندكم الزلابية وما تنجح. وراح أبدي أخلي اليد عمودية أفضل بهذا الشكل، هاي اول وحدة ما طلعت مضبوطة، احاول الثانية. هذه الثالثة. خلوا تكون يعني الحرارة عالية افضل. اقلبها. اول ما اطلعها من الزيت يعني اخليها بالشيرة او القطر هكذا، ما تاخذ يعني وقت طويل، بسرعة تصير الزلابية. اقلبها بالشيرة، ارفع الثانية ايضا اخليها. الثانية والثالثة أرفع هذه من الشيرة أو القطر. شوفوا أعلي الكاميرا حتى تشوفون، هذه رفعتها من الشيرة أو القطر أو القطر، أخليها من صحن، أطلع هذه الوجبة قبل ما تحترق. شوية يغادلها دقة حتى تطلع مضبوط.
هذه أضبط طلعت. أبد لا تستعجلون حتى تصير يعني شيء مرتب. واستمر بيهم كلهم نفس هذه الطريقة وارجع لكم. هكذا انتهيت من تحضير وصفتنا لهذا اليوم، الزلابية مقرمشة وتخبل. فهي هذه كانت وصفتي لهذا اليوم، أتمنى تعجبكم الوصفة وتجربوها. وألف عافية مقدما، وأترككم بأمان الله إلى أن نلتقي في فيديو آخر. شكرا جزيلا للمشاهدة.